السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله راح نكمل المحاضرة الجديدة حتى نحاول نكمل جزء من شابتر 16 X-ray diagnostic of X-ray. نرجع للمحاضرة اللي تكلمنا عليها السابقة. أحد الطلاب سأل على موضوع التوهين، أشنو هو التوهين؟ هل هو يفيد؟ هل هو يضر؟ وشنو المادة الموهنة؟ إنزين، إحنا بالنسبة لنا من تكلمنا على موضوع الهالف فاليو لاير، إيش نقصد؟ أول مرة أعرف لكم هذا اللي عرفتكم سابقا، وبعدين ندخل إلى الموضوع. The thickness of a given material that will reduce the beam intensity by one half. يعني إيش قد مساحة، إيش قد سمك، عفوا إيش قد سمك المادة اللي أنا راح أضع سوف أضعها في طريق الإشعاع حتى الإشعاع يقل الشدة، تقل الشدة ماله إلى منتصف ما هو من قيمته الحقيقية. زين، أنا ليش أعمله منتصف قيمته الحقيقية؟ ليش؟ أول شيء الإشعاع مثلاً عندنا الإشعاع العالي مثل إكس راي على سبيل المثال، مثل جاما راي، أنا أحتاج إلى أن أوهن هذه الأشعة. يعني أنا من أخليها على أخلي الرصاص على جدران الغرف الموجودة في المستشفيات اللي بيها الإكس راي واللي بيها المفراس سي تي سكان، زين، هذه المواد، مواد الرصاص هذه إيش تعمل؟ تمتص الأشعة ما بعد الفحص. يعني أنا أفحص مريض، أثناء ما أفحصه طبعا أكو أشعة راح تستطار يمينا وشمالا على السقف، على الأرض، على الحيطان، فأنا أحتاج إلى أنه هذا الإشعاع ما يطلع برا الغرفة. ليش؟ لأنه برا الغرفة أكو مراجعين، أكو ناس، أكو ممرضين، أكو أطباء، فأنا ليش أخلي الإشعاع يصلهم؟ ولهذا أنا أبحث عن أفضل مادة حتى توهن هذا الإشعاع، تقلل من خروج هذا الإشعاع إلى الخارج حتى لا تأذي الناس. فبالتالي أنا أخلي ألمنيوم، خليت ألمنيوم، شفت أنه ما يكفي أنه الإشعاع ده يطلع، يعني أخلي جدران على جدران ألمنيوم، جربوا شافوا أنه الإشعاع يطلع برا، أنا ما يفيدني. زين، خلوا طبقات سميكة من الألمنيوم أيضا بدأ يخرج، بعدين جابوا الرصاص، خلوا الرصاص، شافوا أيضا بعض من الإشعاع يطلع، بس ده يمتص أفضل من الألمنيوم، ده يمتص الإشعاع وما ده يطلع برا خارج الغرف. بعدين بدأوا أنه يزيدون سمك الرصاص، شافوا أنه الرصاص هو جيد، فبدأوا يخلون مكان 1 مليم، 2 مليم، 5 مليم وهكذا. وبعد ذلك وراء الرصاص يخلون بلوك، يخلون طبقة اسمنتية مثل الصبة بس على الحائط، من الجانب اليمين من الجانب اليسار إضافة إلى السقف والأرضية. فإذا صار عندي مادتين موهنة، المادة الأولى اللي هي الرصاص والثانية مادة اللي هي السمنت، فشافوا أنه بوجود هذول المواد الاثنين بدأ التوهين يقل وبدأت الأشعة تقل جدا إلى تقريبا صفر أو قريب من الصفر من الإشعاع الموجود. فبالتالي شافوا أنه هي الطريقة المثلى في عملية التوهين للأشعة حتى لا تطلع خارج المختبر. زين، فهذا هو القانون مال معامل التوهين. وهذه قد الاكس راي، هنا الاكس راي هذه، زين، قد ما يجي، وهذه الشيت من الالمنيوم، خلوا طبقات من الالمنيوم، خلي طبقه واشوف ايش قد صار التوهين صار 50% مما كان هنا. زين، فلو 50% اذا ايش قد سمكها هو الهاف فاليو لاير، قانونه هو هذا 0.693 على معامل التوهين الخاطئ.
نكمل موضوعنا. زين الآن وصلنا للإكس راي لوس إنرجي. الإكس راي لوس إنرجي in three ways، يعني كيف يتفاعل الإكس راي مع المواد الأخرى. الآن شغلت الإكس راي خليته يشتغل، زين من دي يجي يسقط على أي جسم، خشب، إنسان، على عظم، على حديد، على معدن، على أي جزء، هو راح يتفاعل. الإكس راي راح يتفاعل بثلاثة طرق وليس غيرها، إما عن طريق الفوتو إلكتريك إفكت أو كومبتون إفكت أو بير برودكشن. زين نجي على واحدة واحدة، شلون يتفاعل الإكس راي مع المواد بطريقة الفوتو إلكتريك إفكت؟ All of the photon energy is given to the photoelectron. أنا عندي الإكس راي متكون، نروح إلى الرسم، نذهب إلى الرسم، هذا رسم أي، نلاحظ أنه الإكس راي هذا الإكس راي دائما الرسم الموجي مع الإكس راي يكون على شكل موجي. من يجي طبعا يجي يدخل يجتاز طبقة M و L و K وهكذا إلى أن قبل ما يصل النواة، يجي راح يصطدم بالإلكترونات الخارجية. زين هنا الطاقة مع الإكس راي اللي جاية بهالمكان، طبعا هي الإكس راي شنو فوتونات، الطاقة الفوتونات هاي من تجي تتحرك وتجي تسقط على هذا الإلكترون تعطيه كل الطاقة ماله، كل الطاقة مال الإكس راي تتحول إلى هذا الإلكترون، هذا الإلكترون يأخذه ويخرج بهالمسار هذا محمل بالطاقة، بنسميه فوتو إلكترون، يعني إلكترون فيه فوتونات من الطاقة. هذه الطريقة الأولى، إذن راح يتفاعل بطريقة الفوتو إلكتريك. الطريقة الثانية اللي هي شني؟ كومبتون إفكت. كومبتون إفكت sum of energy given to an electron and sum goes into a scatter photon. إذن قسم من الطاقة تذهب إلى الإلكترونات وقسم منها تذهب إلى الاسكاتر فوتون. إذا نذهب إلى الرسم اللي هو هذا رسم B، لاحظ هذا الإكس راي تجي على شكل موجة، تجي صراحة تجي تسقط على الجدار الأول الخارجي الـ M، من تسقط عليه قسم من هذه الطاقة تخرج على شكل سكاتر فوتون، فوتون مستطير بس هي إكس راي، بس دخلت بطاقة وخرجت بطاقة أخرى أقل من هذه الطاقة اللي جت الأولية، وقسم من الطاقة تحرر إلى الإلكترون والإلكترون راح يذهب بهالاتجاه. إذن هذه طريقة التفاعل الثانية اللي هي طريقة كومبتون إفكت. الطريقة الثالثة اللي هي هذه طريقة سي اللي هي بير برودكشن. ما هي طريقة بير برودكشن؟ بير برودكشن a high energy photon is converted into an electron and positron. الطاقة عالية من الفوتونات تتحول إلى إلكترون وبوزيترون، إما يتحول إلى إلكترون وبوزيترون. بوزيترون هذا هو إلكترون موجب، إلكترون نفس مواصفات الإلكترون ولكن بشحنة موجبة نفس الكتلة مع الإلكترون. زين بعدين هذا البوزيترون is annihilate، يعني شنو؟ يفنى يعني يتحول إلى الفناء، to form two photons of 511 كيلو إلكترون فولت each that go in opposite direction. هذه الأشعة البوزيترون ورا ما تتحلل وتفنى راح تتحول إلى فوتون مرة ثانية، فوتون بس وليس فوتون واحد، فوتونين، واحد يروح
بالشرق والاخر يروح الى الغرب، كل واحد فيهم من هذول الفوتونات اللي ورا ما يتحلل البوزيترون يحمل طاقة قيمتها 511 كيلو الكترون فولت، تذهب في اتجاه معاكس opposite direction، تذهب باتجاه معاكس. Since a minimum of 1.02 ميجا الكترون فولت is necessary for pair production، يعني أقل طاقة لحدوث البير برودكشن يجب أن تكون طاقة التفاعل هي 1.02 ميجا إلكترون فولت حتى تحصل عندي البير برودكشن. أقل من هذه الطاقة ما يحدث، أعلى ممكن. زين، الرسم مالته، إذا نذهب إلى الرسم، هذا الرسم نلاحظ انه هاي انرجي، يعني هنا طاقة اعلى من طاقة الفوتو الكتريك واعلى من الكومبتون، طاقة عالية جدا تجي تخترق الجدار الاول الام والال والكي وتذهب الى النواة، تضرب النواة فيها، يعني اذا دل على انه طاقتها عالية جدا. راح تحرر الكترون وراح تحرر بوزيترون، هذا الالكترون يذهب في الاتجاه البوزيترون ياتي الى هذا الاتجاه الثاني، بعدين هنا يتحللون الى اثنين فوتون، كل واحد يروح بهالاتجاه، واحد يذهب الاتجاه والاخر بهالاتجاه، الزاويه بيناتهم 180 درجه، الزاويه بينات الفوتونين هذولا ورا ما يحصل بهم اشعه الفناء ما حكيت لكم، نسميها طاقة الفناء، زاوية 180 درجة بيناتهم. إذا الإكس راي راح يتفاعل بثلاثة طرق، فوتو إلكتريك إفكت، أي بي كومبتون إفكت، سي بير برودكشن. كونتراست ميديا، إيش المقصود كونتراست ميديا؟ كونتراست ميديا هي المواد اللي نستخدمها في حقن الأجسام الجسم للمرضى حتى تظهر عن طريق الأشعة، فهي مواد مميزة تتميز أنه بها مواصفات خاصة، تستخدم هاي الكونتراست ميديا حتى نستخدمها في موضوع التشخيص الطبي. مثلا من نجي على الكونتراست ميديا ماتيريال اوف هاي، زيت اللي هو العدد الذري are often injected into different part of the body by a radiologist، اذا مواد لها العدد الذري عالي وهي تحقن injected into different parts، أجزاء مختلفة من الجسم، جسم الإنسان يعني، by the radiologist اللي هي عن طريق جماعة الأشعة، radiologist اللي هي متخصصي الأشعة. زين، مثل إيش هالمواد؟ أول شيء compound مركبات containing iodine are often injected into the bloodstream to show the arteries، مواد تحتوي على مكونات اليود الايودين تحقن are injected into a bloodstream المجرى الدموي حتى تشوف ان الارتريز اللي هي أشوف شريان مدود أحيانا شريان لسبب مرضي ينسد في مكان من المكانات، شلون أعرف أنا هذا الشريان مغلوق لو مفتوح؟ أحقن جسم الإنسان بهذه المادة كونتراست ميديا اللي هي تتكون من مركبات الأيودين، تروح عن طريق الدم تروح إلى الشرايين، وبعدين أخذ صورة
صورة للشريان بعد ما حقنا بهذه المادة، نشوف هل الشريان مغلق هل مفتوح، أكو مشكلة به. زين، النوع الثاني an oily mist containing iodine is sometimes spread into the lungs to make the airways visible. مواد زيتية أيضا تحتوي على مواد مادة الأيودين، ترش في الرئتين. إذن ترش في الرئتين حتى نفحص الـ airway visibles، نشوف المسارات مال التنفس، القصبات والقصيبات الهوائية، هل هي مغلقة هل هي مفتوحة. بهالطريقة هذه نعرف أكو إذا أكو مثلا مشاكل رئوية بالتنفس. زين، بعد إيش نستخدم؟ باريوم. الباريوم compounds، مركبات من الباريوم، given by radiologists orally عن طريق الفم، to see part of the upper gastrointestinal track upper GI and barium enemies to view the other end of the digestive system in lower GI. إذا مواد مركبة من الباريوم تعطى عن طريق الفم وتروح إلى الجاستروانتستينال تراك، الأمعاء الدقيقة وأمعاء الغليظة، حتى نشوف أكو مشاكل مثلا بالأمعاء، أكو مثلا ورم بيها، أكو قرحة، أكو مشكلة بيها. هذا عن طريق الفم عندما نستخدم ما قيس الأمعاء العليا upper GI. أما عندما قيس lower GI راح تكون يعني الباريوم راح يحقن عن طريق الشرج، حتى يقيسون أيضا إذا أكو مشاكل في الأمعاء الغليظة. زين، النوع الرابع اللي هي it's possible to use air contrast media. أحيانا نستخدم الهواء في عملية يعني تمييز بعض الحالات، نستخدم الهواء يعني مادة كيميائية، يعني وعلى الأكثر عن طريق يعني القصيبات الهوائية نستخدم الهواء، نشوف هل مغلقة أو مكانات مغلقة مسدودة بالقصبات الهوائية إلى آخره. إحنا هنا أكو بعض الصور، هي مجرد أن صور توضيحية، يعني إذا نروح إلى الصورة الأولى على جهة اليسار.